المحنشم الحلويات المميزة اللي يمكن لنا نقدمه ونحضره في شهر رمضان، ولكن كاين بعض الأحيان كنلقاو صعوبة كيفاش نشكلوها. تابعوا معي، غادي تولي شي حاجة جد بسيطة. هنا خدينا اللوز وبعد ما قشرناه دخلناه للفران باش كيتحمر. غادي ناخذوه وغادي ننزلوه هنا في واحد الزلافة. كنجيبوا الماكينة فاش غادي نطحنوا اللوز، كنديروا اللوز، كنزيدوا عليه السكر الثقيل او السكر غبره، حبات ديال المسكه حره، شويه القرفه. الخليط ديالنا ديال اللوز كيولي تقريبا هكذا منيل، وكنعاودوا نفس العمليه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا ديال اللوز وديال السكر. طحنا اللوز مع شويه السكر القرفه والمسكه الحره، غادي نزيد عليه المربى ديال الليمون كيكونوا فيه داك الطريفات. المذاق ديالهم تيعجبني مع اللوز، وكذلك كيعطي واحد النكهه زويونه تتواتى مع المذاق ديال الزهر اللي غادي نزيدوا منه واحد الكميه حتى هوايا مع هذا اللوز. هذا يمكن لينا نستعملوا الروح ديال الزهر، كتجي متواتيه مع هذه الحنشه، زبده مذوبه. وغادي نخلط هذه المقادير كامله هيايا حتى كنحصل على واحد العجينه اللي هي منسجمه. عاده كاين بعض الناس اللي كيستعملوا في الوصفه ديال المحنشه في العقده ديال اللوز كيديروا معها صفار ديال البيض. هذه الوصفه هذه كيمكن لينا اللي كنستعملوا اللي كنديروا معها الكونفيتور وكنديروا معها هذه الزبده وهذه المكونات الاخرى، تيمكن لينا نحتفظوا بها بمده اطول بحيث انه ما كاينش فيها البيض. صافي كنقادوا داك العماره ديال اللوز هكا على شكل صبيعات. داك شويه الزبده اللي بقى لنا كنزيدوا عليه شويه الزيت، كناخذ ورقه ديال البسطيله تنقسموها على زوج، كنزلوها كيف حال هكا. وغادي نجيبو صفار ديال البيض ضربناه مع شويه ديال لاكريم ولا شويه ديال الحليب، وكنطليو لواحد الجهه اللي غادي نلصقوا معها الورقه الاخرى. انا كناخذ هذا وكندخلو لداخل باش كنمتن به داك الاستفال الاولى ديال اللوز، وديما كنخليو طرف ديال الورقه هنا من الجنب، ما كنزلوش عليه العماره ديال اللوز، وكنبقاو غاديين وكنزلو في هاد الصبيعات تاع اللوز، وما بين كل صبيع وصبيع تنسوديو اولا كنلصقوا باش يلا كي داك الاسبوع الطويل ديال العماره كيكون عنده حجم واحد. دابا غادي نبداو نلفوا هاد اللوز مع الورقه. حنا كنحاولوا انه الان نقادو بصبعنا باش كنثبتوا الورقه فوق من العجينه ديال اللوز، وكنمشيو دورة اخرى وحنا كنزيروا داك الورقه لداخل بحال هكا. ملي تنوصلوا للتالي ديال الحاشيه ديال الورقه كندهنوا بشويه ديال الصفار ديال البيض. احنا دابا جمعناها، غادي نحيد هذا هكا وغادي نجيب هنايا الزبده والزيت وكنبقى ندهن باش كنطري داك الورقه وباش الورقه ما تقطعليش ملي نكون تلف فيها. ايوا دابا غادي نبقاو غاديين وحنا كنعطيو لها الفورمه ديال الحنش اللي تكلمنا عليها قبيله. منين كنجيو هنا للتالي هذاك العجينه اللي عندنا هنا تناخذوها غادي نقطعوها، والطرف الاخر غادي نسلكوه من تحت من المحنشه هكا. غادي نقطعوا هذا وكناخذوا هذا وكنجمعوه هكذا من تحت منها. كاينه واحد الفكره، اما كنطيبوها بحال هكا، ولكن دائما كنزيروا عليها هكا، كنشدوها وكنزيروا عليها وعاد كندهنوها وما فيها بس نبسطوا عليها، اولا كنقطعوا ريقه كيكون الحجم ديالها من حجم المحنشه، تنزلوها على هذا الشكل، كنديروا لها شويه تاع البيض داك المحنشه، كنجيو تنثبتوها عليها كيف حال هكا. دابا غادي ناخذها وتندير لها الزبده وداك الزيت كندهنها، من بعد غادي نسقيوها بالعسل وغادي نرشوا عليها شويه ديال اللوز. كندخلوها للفران مسخن على درجه حراره 170 حتى 180 وكنديروها حتى كتحمر وكنخرجوها. بعد ما كطيب المحنشه وتتحمر يا اما كندهنوها بالعسل اولا تنسقيوها بالعسل وتندردرو عليها اللوز محمر.